السلام عليكم، كيف بقيتوا؟ مزيان، نتمنى تكونوا بألف خير ان شاء الله. وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو، بالنسبه للفيديو ديال اليوم هما الملاوي او المسمن بواحد الطريقه اللي كتجي سهله وبسيطه وكينجح معكم الملاوي من اول استعمال. بقوا معي لاخر فيديو تشوفوا الطريقه والمقادير وطريقه التحضير. بسم الله على بركه الله. غادي نحتاجوا 400 غرام ديال الدقيق الابيض، ودائما الكمية كتبقى حسب أفراد العائلة وحسب الرغبة. جوج كؤوس ديال الفينو أو السميدة الناعم، السميدة الرطبة، معلقة صغيرة ديال الملحة، والملحة دائما تتبقى حسب الذوق، معلقة ديال العسل، وواحد ربيع معلقة ديال الرأس ديال المعلقة ديال الخميرة. الخميرة الدور ديالها كتجيب هاد المسمن هذا تيجي هشيش، ما تيبقاش كتجبد. كنجمعوا المقادير ديالنا بالما يكون حاره درجه المطبخ، ما يكونش بارد وما يكونش سخون. وكنجمعوا هاد العجينه بدون دلك او التعب، وكتجي زوينه بزاف. الدلك ديال هاد العجينه هو الكيس ديال البلاستيك اللي كنجمعوه فيها وكنخليوها كيعطيها بحال اللي رحنا دلكناها. من بعد ما جمعت العجينه ديالي كندهنها بالقليل من الزيت، وكنجيب واحد الكيس بلاستيكي وكننزلها فيه، وكننسد جيدا، وكندخلها للتلاجة ونخليها واحد الساعه او لساعتين. انا صوبت هذه العجينه في الصباح وقديتها معكم حتى العشيه. كل ما ارتحت كيف ما كتشوفوا معي كتجي مطاطيه وكتجي واحد العجينه اللي زوينه، واخا فيها غير الماء والدقيق راه كتجي واحد العجينه اللي كتعطيكم الطوع. تصوبوا بهم كمسمنات معمرين هكا ملاوي عاديين، كنعملوا بهم قريصات او لا هكا كوريات، كل واحد يدير على حسب الذوق والرغبه. انا صوبتهم هكا كبارين شويه، ممكن تديرهم صغيرين او لا اكبر من هذا الشيء. من بعد ما تنسل هاد الكريات كنهز اول وحده كتكون طلقات ليا، والاخرى كنغطيهم بواحد بلاستيكه او لزيف باش ما كتنشفليش العجينه ديالي. كنجيب واحد زلافه كنزيد عليها معلقه اونص ديال الدقيق الابيض، وربع كاس ديال زيت الزيتون اللي كتكون هاد الخلطه سحريه وزوينه بزاف، هي اللي كتخلينا الملاوي مروق عفوا مورقين، وكيجي ورقه على اختها. كنبسطوا اول كريه كتكون طلقت، وغادي نبسطوها جيدا حتى يبان سطح العمل كيف ما كتشوفوا معايا. والعجينه راه ما كتقطعش، كتجبدوها كيف ما بغيتوا. العجينه ملي تلقوا يكونوا في هاد البقاعات عرفوا الدلاله على العجينه ناجحه 100%. كندهنها بهداك الخليط اللي عندي ديال الزيت وزيت الزيتون والدقيق. كنجيب واحد الجراره ديال البيتزا وكنعمل بها هكا مروحه على شكل مروحه. كنجيب الطريف الاول كنزلو ونولي ندهنو بهداك الخلطه ديال الزيت والدقيق، ونبقى مستمره الاول والثاني حتى نسالي الكميه اللي عندي ديال هاد الوريقات ديال العجينه. والاخيره كتكون كبيره عليهم باش كنجمعوا بها هاد الكريه ديال الملاوي. والفيديو هو موضح راسو بنفسه. كنعملوا جوج، كنزلوا الاولى اللي كتكون طلقت شويه وكنبسطوها، ما نبسطوهاش بزاف باش ما تجيناش مدقصه، كنخليوها شويه غليظه. كنجيبوا المقلاه كنسخنوها وننزلوا فيها هاد المسمن هذا كيف ما كتشوفوا معايا. تنقلبوا قبل ما يطيب باش كيجي مهوي ومنفخ من الداخل كيف ما كتشوفوا معايا، وكيجي واحد الملاوي اللي ما شاربش الزيت، كيجي ناشف غير الزيت اللي كندير قدامكم. ونعود معكم واحده اخرى كيف ما كتشوفوا معايا. هاد العجينه انا كنجبدها ونجرها كيف ما بغيت، ما كتقطعش، والسر ديالها هي كترتاح مزيان، وهداك الكيس بلاستيكي بحال اللي راكي دلكتيها. ومن الاحسن العجينه ترتاح باش كتعطي واحد النتيجه اللي تكون مرضيه. كنبقاو هكا مستمرين حتى نكملوا هاد الكميه اللي عندي ديال الملاوي.
كيف ما كتشوفوا معايا تنقلبهم من الوجه الاول ومن الوجه الثاني حتى تاخذ هذا اللون الذهبي الرائع بزاف. هاد السر ديال هاد اللون هو ديك المعلقه ديال العسل، واللي ما متوفرش عنده العسل يعوضها بربيع معلقه او نص معلقه ديال السكر حبيبات، حتى هي كتعطي هاد اللون. واللي ما تيبغيش يستعمل الحلوام في العجينه ماشي مشكل. من بعد ما كنطيبوا الاولى والثانيه كنخبطوهم هكا في على سطح العمل باش كيتهوا وكتفرقوا الورقه على اختها، وكيعطي واحد الشكل اللي زوين هكا، كل ورقه كتكون مفروقه على اختها. صدقوني هاد الملاوي كيجيو زوينين بزاف. بعض الاخوات كيجيوها هكا الملاوي غلاض من الوسط ولا من الجناب. هاد الطريقه ديال التحضير ديالها كتجيب هكا المليويات مقادين وما غلادينش لا من الوسط لا كيجيو مقادين مزيان، خصوصا المبتدئات اللي ما عمرها صوبت هكا المسمن. هادي هاد الطريقه هادي دي تنجح لها من اول مره. وهاد الشهر الفاضل كنحتاجو ديال سيدنا رمضان كنحتاجو هكا الملاوي اولا المسمن. هاد المسمنات كيجيو زوينين وكيحمروا الوجه هكا نستعملوهم في الافطار اولا في السحور. كاين بعض الاخوات كيبغيو هكا المسمن في السحور مع الزبده والعسل، كيجيو رائعين بزاف. وكنبقاو هكا مستمرين حتى نكملوا هاد الكميه اللي عندنا. كيف ما كتشوفوا معايا كيجي واحد المسمن اللي مهوي، وهانتوما كتشوفوا كيجيب من فوق بحال شي كريه، راه ما شربش الزيت وما تجيش مدقس نهائيا. كنتمنى تجربوا هذه الطريقه هذه وتنجح معاكم، خصوصا الاخوات اللي ما كينجحش معاهم الملاوي. هذه الطريقه هذه غادي تسهل عليكم الماموريه. وحنا كننزلوا المسمن حنا تنبقاو ندورو به باليد ديالنا باش كياخذ التحميره من الجهات كاملين. واللي ما قدتش هكا على السخونيه ديال النار ديال المسمن تقلب دير بهاد سباتيلا وتبقى تدور فيها، ضروري تبقى تبرك وتدور باش كتاخذ واحد التحميره اللي زوينه. وكنقدموا هكا بالعسيله والزبيده وكيجي رائع. بالصحه والراحه، ونتمنى هاد الفيديو ينال الاعجاب ديالكم، وإلى فيديو آخر إن شاء الله.